عبد الرزاق اليوسفي فونداتور دو موتور بو ام شركه دات اكبر لوفي دو فون ديالها في الوقت ديالها 1 مليون دو دولار اليوم درت الكاش اوت وهذه قصتي. والقصه تاعي عجيبه، قصه بدات كحب اول مره اللي هو الحب ديالي تسكي اورديناتور اكرون فاشي على فاشي حاجه، وكانت البدايه تاع شي في 92 93 91 كاع واقيلا في البدايه ملي كنبغي نخلص لا فاكتور ديال الضو الماء ذاك الوقت في العراض، وكان كيبان ليا واحد الانسان قدام واحد الاله اللي كتحدد واش مخلصش ولا ما مخلصش، واللي كتخرج الورقات على الخلاص هو غير مسؤول الماشين كتحدد. ومع راسي وانا باقي في ابتدائي كنقول شي لا تكنولوجي، طبعا ما كانش كلمه تكنولوجي، شنو هو الاختراع هذا اللي كيعرف عينه هاد المعلومات كاملين، وكيفاش هذا الولد كيحدد ليا واش عرفني انا يعني كاين شي حاجه تما حنا اوت اوف كنترول حنا ما كنميتريزيوهاش خصني نتعلم ليها. زائد التلفازه وهوليود شجعني انني نبقى نبحث في هذا الاتجاه، وكانت عندي هذاك المايند سيت تاع سيونتيفيك بوتي سيونتيفيك، كنقلب وكنبحث وبالحال كتلعب البي كتلعب كل شيء، ولكن ما راسك ديما مبرونشي مع اي حاجه فيها بوطونه فيها ايكون كتعرف. ومن تما جابونا في الابتدائي الايكول لواحد الايكول ماشي كنقراو فيه واحد اخر، كنا كنمشيو كل صباح، جابوا صخر هو واحد لورديناتور بيرسونيل تعليمي، وكنا كنصوبو فيه العاب حنا كنصوبوهم بروغرامين، دونك انا دخلني المبدا ديال راه تقدر ديفلوبي بروغرامي فان اورديناتور هذاك الشيء اللي بغيتي، ماشي غير تلعب في لي جو ولا غير تقرا فيه، تقدر تصوب شي حاجه. لان اول مره غندخل في من التكنولوجيا صوبت واحد لوجيسيال صغير بالفيبي قبل ما يكون عندي الانترنت في الدار، ولا صوبت واحد الايكول صغير كيحسبوا به غير شكون التلاميذ اللي خلصوا ولا ما خلصوش، وكان اول انجاز بديت في واحد الديسكات فيها 1 ميجا غير 44، وانصيتو السيد واحد الفرحه اللي شفت عيني في ذاك المدير، لانني غالبا ما عرفتش غالبا كون حيدت عليه واحد شارج ديال 100 مليغرام ولا 150، كان غالي بزاف هذا السوفتوير، وبقيت كنديفلوبي وثقت في راسي اكثر من هذاك الفلوس اللي عطاني، عطاني واحد 5000 درهم ما عقلتش 5000 درهم، وفرحت بشكل كبير لانني خرجت من الكونسوماتور كما قلنا للرياليزاسيون، وليت انتربرونور صغير وناس كبار مدير تاع مدرسه كيفرح بيا وكيعطيني القيمه، وانا باقي ديك الساعه في الاخر تاع الاعدادي فرحه كبيره. طبيعه الحال قريت راسي براسي في هذاك الوقت، وكنا كانت اون كارطاب بولا اونسيكلوبيدي، كانوا كتبه تاع السيس بلس بلس بور لينيو صفرين قدام كدوكا، وكان طابيو داك الشيء، والحمد لله جاب الله تيسير وليت كنديفلوبي دي لوجيسيال الناس. اول ربح في الانترنت كان قبل ما يكون جوجل ادسنس، كان يا اوفرتور كان كيخدم مع الاجانب، وانا كديك الساعه عندي صديق تاعي في فرنسا هو اللي حالي الكونت، وكنصوب مواقع كندير فيهم الاشهارات تاع ياهو اوفرتور، اوفرتور ماشي اوفرتور اللي قلبوا عليه الناس نوستالجيك، وكنا كندخلوا فلوس. ما عرفت ان كاين الاشهار اللي كيدار في المواقع وكتدخل الفلوس، وتما عرفت علاش كانوا كيعطيونا المواقع يصوبون فابور شحال هادي، كانوا كيدير واحد الاشهار، وفهمت كومون سا مارش. 2003 2004 دخلت جوجل المجال، وبدينا نستحنا ناخذ اول شيك وكنديوه سيتي بانك ونتخلصوا، وكان اسانك شيفخ ديك الساعه اكس برو 2006 2007 صافي راه ولينا في المجال من الاوائل اللي كيدخلوا الحمد لله في ادسنس، وكندخلوا الديفيزو وكلشي فرحان بينا. هو القصة تاع موتور بوايما جات لقاتني عندي شركات من تويبو كما قلت لك قبيله في 2007، بغيت نبدل شويه من ان سامبل بارتيكولي كيصوب مواقع كبار برا وكيجيب الترافيك ويدخل الفلوس، كثر على داكشي الناس بدا السي بي سي كنقص، بدينا نكون مداخل، فهمنا بانه خصك تبدل البزنس موديل ديالك. من هنا كنصوبوا لعباد الله المواقع اترافيغ شركه ويبو، وكنت كنصوب مواقع للناس كنحسب اليوم هذيك الساعه برا 2000 اورو 3000 اورو، وكنكتشف بان من المال كيدخلوا فيهم فلوس بزاف هما، دونك انا كنتسبب في الثراء تاع واحد الناس اترافيغ المواقع تاعو. كنقول هذوك برا ماشي بحال المغرب، انا باغي نشري السياره ديك الساعه كان فاتور ماك هو رقم واحد، دخلت لقيت ذاك الموقع يا ربي اسمح لي هذاك الوقت كان شويه ثقيل، وحنا المواقع اللي كنصوبوا الناس الاجانب مواقع خطيره في هذاك الوقت، التكنولوجيا كانت جديده وكانت شي زويون وانتراكتيف، ومهم في بازي على واحد لي نورم ديال ديفلوبمون ذاك الوقت. قلت انا كندير هذا الشيء علاش ما نصوبش موقع تاع الطوموبيلات في المغرب اللي يكون احسن من ذاك الموقع. ملي صوبنا ذاك الموقع جاب واحد لاتراكسيون ناتوريل، لان ديك الساعه كان جوجل اكثر ذكاء من المواقع من لي موتور دو ريشيرش ديك الوقت، كيعرف بان هذا الموقع واخا جديد راه الكاليتي ديالو اليوزر اكسبيرينس والسهوله ديالو الوقت اللي كيبقاو فيه الناس اكثر من الاخر بدا كيعطي الاولويه وبدا كيجيب ترافيك ناتوريل، وعرفت بانه راه غيكون عنده واحد لوكسو حافظت عليه. بقى هذاك الموقع تاع الطوموبيلات، وانا كان عندي شركه كنصوب المواقع، ولكن ملي كبر بزاف وكثر عليه الضغط ولاو كيدخلوا الناس هذيك الساعه عرفت انه ما خصوش يموت بسبب لو سوكسي ديالو،
خاصني نخرج من ما نقولش اماتوريزم ولكن خاصني نولي بوكو بروفيسيونيل. واضطريت انني نسمح في الميتي ديالي في الوقت ديالي تاع ان سامبل كرياتور دو انترنت ابليكاسيون موبيل داك الوقت تاع نوكيا وتاع كذا قبل من الاندرويد ونمشي وندير لا كاسكيت سي اي او ونكري شركه موتور ونجيب ليها الاجانب او في لود شفت مع المغاربه باش تولي شركه مختصه في بيع وشراء السيارات عبر الانترنت. وتماما داك الشيء هو اللي كان الحمد لله. امتى شركه موتور بوايما دارت البريك ايفنت او يعني كيتسمى قدرات هي كتمصاريفها كتدخلهم وكذا باقي لان الشركه لا ستارت اب اون جينيرال ملي كيلوفيو لو فون ماشي باش يربحوا في العام الاول العام الثاني. يقدر قبل ما يجي المستثمر يدخل معاه كان يربح ومنين يدخل معاه يبدا يخسر واحد الخمس سنين لان دخل باش يدير الاشهار باش يزيد الخدامه لان الاوبكس ما يصبر المصاريف غادي تزادوا والمداخل ما غايزيدوش الشغل والشغل يبقاو يزادوا شحال عندك واحد الخمس سنين سنين عاد باش يقدر يدير البريك ايفنت. والحمد لله عاونتنا كورونا مالوغوزمون بوغ لي زوطخ في 2020 ان نطلعوا شويه في الغوفوني دونك غالبا هذا العام هذا نقدروا نديروا البريك ايفنت يعني اول عام تاريخ تاع موتور بوايما الشيء اللي كتدخلوا تقريبا في تشويش اللي كتخرجوا لا قد قد فوالا دونك هاد المعلومه خصهم يعرفوا لي زونتربرونور ضروري تخسر كتب بوحدك غتخسر غتلوفي لي فون غتخسر وشركات كبار عارفينهم دابا الظروف العمل ديالنا باقيين كيخسروا كبار ضخمه لان الهدف تاعك تخسر باش تربح من بعد ملي غتربح تربح ديال بصح يعني غتربح ديك اون كروند مارش شد المارشي بعدا جيب لي ميور زي لي مو خدموا معاك دير لو براندينغ تاثر في لا ميموار ديال الناس والتوب اوف مايند. هذا هو واحد لاسيت هذا هو حيت حنا البيزنس على ديجيتال ما عندوش مصنع ما عندوش ان اسيت اللي هو فيزيك ما عندوش المعامل ما عندوش الديبوات اللي يقدروا نفالوريزيون بلونتربريز عنده الريبوتاسيون باغ دو مارشي شحال ما عندك في الشهر هادو هما الاساس عام شحال كتدخل حيت لك كان عندك هادشي غاتوي تدخن غاتبغي تدخن غاديسيدي دير في الثمن ولا دير ان سيرفيس تحاولوا من غاتوي البي وراه غتدخل بزاف باش تقدر دير هاد القضيه خاصك تخسر الفلوس بزاف وتشد الاناسيت ديجيتال ديال بصح في المارشي اللي فيه وديك الساعه الفلوس كتجي راسها كما قلت في الاول الفلوس راه كتجي النجاح كيجيب الباير كيجيب الفلوس بيان سور طبيعه الحال لي زوبستاكل بزاف لان اول حاجه حنا جايين من واحد البيئه غادي نقول لك متواضعه عاديه ما كاينش الكاش ما كاينش البيدجي ما كاينش لوف ماني ما كاينش واحد الناس اللي عندهم دي مونطون 1 مليون 2 مليون درهم نقول لك هكا وليدي انا كنتشارك معاك ربحتي ولا خسرتي سير الله يعاونك ما كانش هادشي يعني هادشي خصك تجيبو من عندك وما يمكنش تبقى تسلف كنتي كتسلف الحدود اللي تقدر انت ترد دونك انت خصك تحاول المنظومه اللي كانت خرج منها لو ماكسيموم باش تدير واحد الكاش فلو اللي غتعطي لهذاك البروجي ويبقى تعيشو بحال شي بيبي كتجيب لي غير الما ياكل باش ما يموتش مع من بعد خصك تجيب لي اللي غيعاونك يربيتي غادي يكبر وغادي يصرف عليكم جوج سي لا ميم شوز. دونك التحدي اللي خص يعرف اي واحد انها راه صعيب هو اللي يتابعو ماشي ساهل ماشي غير انه راه كيشوف الناس الناجحين شوف حتى الناس اللي خسروا في البروجي واستافدوا منهم وما نديروش بحالهم ولا موتيفاسيون ولا باسيون والحب تاع داك الشيء اللي كيدير ولا يخلي يفيق في الصباح راه يفيق النهار الاول الثاني الثالث الرابع من اجل هذاك الشيء ملا كان اون فوا ما جاش البون دو كوموند لا تانيولي ولا الكليون تفيعوا لي التليفون ولا ما يجابو حتى شي واحد ما يعبروش غيبقى في الحال شكون اللي غادي يخليه يكمل هو الحب تاعو لهذيك الحاجه اللي كيدير ويرزداتو فيها من غير الفلوس باش تجيو راسهم اون فوا كتنجح القضيه وكتبغى الفلوس كتجي راسها خاصو يتباع الحلم ديالو ويبغي هذاك الشيء وغايبكي وغايتقلق وغايديو ليه ديالو ولكن ما حدو كيقول كيتخيل راسو انه ناجح داك الشيء اللي كيبغي وعلى حسب هو شنو بغى يحقق باش الناس يقولوا لي راه كتعرف داك الشيء او الام تاعو يفرحها ولا هو بغى يكون لو نون تاعو في شي كريدي تاع شي ابليكاسيون صوبات ولا هنا داك الشيء غادي يخليه هو يفيق كل صباح ولا كان باغي يتبع غير هذاك المجال حيت فيه الفلوس ولا حيت نصحوه به ولا حيت طوندونس غيموت مع الطوندونس لا ماتت ومني غادي يشوف هذاك البريق تاع الموتيفاسيون تاع صحابو في عينيهم برد هو غيبرد معاهم اما الا كان راسو عجباتو شي حاجه وكيبغيها من صغرو او اكتشفها واخا معطل فلاش ديالو وتبعها غادي يوصل غالبا غادي يوصل ما يقدر يكونش ماشي من الاول لكن غادي يوصل غادي يحقق هذاك المبتغى ديالو.